لكن اكيد مارسيل كولر بيكتب اسمه بحروف من ذهب الان في سجلات النادي الاهلي. مارسيل كولر بيحقق البطوله الثالثه. مارسيل كولر حتى هذه اللحظه عامل العلامه الكامله، متصدر جدول الدوري مع ان له مباريات مؤجله، وبيلعب باريحيه شديده جدا، وان شاء الله بنسبه كبيره موضوع الدوري هو خلاص اكلينيكيا في الجزيره في مكانه الطبيعي، في مكانه اللي اسس من اجل ان يبقى دائما في الجزيره، والاستثناءات فقط لا غير بتروح لباقي الانديه. غير درع الدوري او غير بطوله الدوري، هو واصل للدور نصف النهائي امام الترجي، عندنا مواجهه يوم الجمعه ان شاء الله. ثم البطولات اللي شارك فيها محقق ثلاث بطولات، بطولتين سوبر وبطوله كاس مصر. اذا مارسيل كولر حتى هذه اللحظه العلامه الكامله بجهازه الفني. لما بنيجي ننتقد مدير فني بننتقده في مباراه، ولكن بالتاكيد احنا طول الوقت داعمين للجهاز الفني الذي يمثل النادي الاهلي، طول الوقت داعمين للاعبين الذين يمثلوا النادي الاهلي، هو ده سلاح النادي الاهلي. فلما بننتقد من اجل التصحيح، من اجل الاستفاقه، وبيبقى قلبنا على النادي الاهلي. امبارح بنشوف نجوم كتير جدا، ولكن انا عايز اقف عند نجم كبير جدا، نجم خلاص بقى كابتن النادي الاهلي، طبعا مع كامل احترامنا لكل كباتن النادي الاهلي الموجودين، ولكن هو في قلوب جماهير النادي الاهلي هو كابتن بدون شاره، هو في قلوب جماهير النادي الاهلي هو التونسي الاهلاوي الهوى او المصري الهوى. الحقيقه ما بيناش بنتعامل مع علي معلول ان هو لاعب تونسي، لا، احنا بنتعامل مع علي معلول ان هو لاعب مواليد شبرا، مواليد مصر. احنا من حقنا اننا نشوف علي معلول مصري اهلاوي للي بيقدمه علي معلول. علي معلول مش بيقدم فقط لا غير ارقام، وطبعا هو بيفتخر بعلم تونس، والحقيقه علي انت خلتنا يعني نحب تونس برشا 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 اكتر من حبنا لتونس، وبنحب كمان كل اللي يجي من تونس عشان خاطر علي معلول وما يقدمه علي معلول من روح، من جرينتا. شوفوا لقطات في كل صوره، في كل دقيقه من دقيقه من دقايق المباراه، في كل التحام بيعمله علي معلول، علي معلول عايش حاله، عايش جرينتا، علي معلول بيوصل رساله. علي معلول امبارح ان البعض انتقده في لقطه الشيبي كان بيقود لاعبي النادي الاهلي يقول لا مش هنسمح بان حد يخترق الروح الرياضيه، لان الكره كانت خارجه من اجل الروح الرياضيه ومن اجل لاعب واقع. هو ده الكابتن اللي بدون شاره، هو ده علي معلول التونسي الاهلاوي الهوى المصري الهوى. علي معلول اللي بيلعب السنه دي 31 مباراه بيساهم في 20 هدف، علي معلول اللي سجل مع النادي الاهلي في كل البطولات، علي معلول 13 اسيست، علي معلول 7 اهداف من اكسبكتد جولز او من اهداف متوقعه 7 و11، يعني مع علي معلول المتوقع والحلم هيحققه لك. عشان كده بالنسبه لي بغض النظر عن الارقام وبغض النظر عن اي شيء، انا من وجهه نظري ان علي معلول هو افضل محترف في تاريخ النادي الاهلي من وجهه نظري الشخصيه، مع كامل احترامي وتقديري لكل المحترفين اللي مروا واضافوا للنادي الاهلي، ولكن يبقى علي معلول بنكهه خاصه، يبقى علي معلول بالجرينتا التونسيه. عشان كده علي معلول هو كابتن بدون شاره، وعشان كده علي معلول هو تونسي اهلاوي الهوى. اتفق معاك يا اسامه. يمكن دايما اولا يعني طول الوقت الواحد كان عنده قناعه، يمكن انت بتشوف مع الوقت يا اسامه لما الموضوع بيتحقق قدامك بتكون سعيد. يمكن في وقت من الاوقات لما كنت بشوف ان علي معلول اكتر لاعب اجنبي اضاف للنادي الاهلي، كان البعض بيشوف ان الراي ده يعني فيه مبالغه شويه. مع الوقت دلوقتي انا بشوف ان الناس كلها حاسه باسهامات معلول. معلول يا جماعه انت لازم لما تيجي تعرف اللاعب الاجنبي انت بتجيبه ليه، تحط علي معلول قدام اي حد بيختار لاعب اجنبي، تحط علي معلول قدامك، لاعب انت جايبه دولي، لاعب جايبه صانع مع فريقه ارقام مميزه جدا، لاعب انت جايبه وهو عنده فرصه كبيره جدا انه كان يروح نادي في بلجيكا كبير جدا هو اندرلخت البلجيكي، لاعب وانت بتجيبه هو في التوب فورم بتاعه، لاعب وانت بتجيبه قائد لفريقه وعنده الشخصيه، كل اللي انت عايز تختار عشان خاطر لاعب يسهم معاك هتلاقيه في علي معلول. فبالتالي علي معلول ما خدش وقت، علي معلول لما ادى في يوم رساله بصوته بشعاراته بأفكاره عن النادي الأهلي وهو بيقدم لاعب تونسي آخر، كانت الفكرة مهمة جدا إن أنت بتقول في اللحظة دي هو ده اللي يقول لأي أجنبي جاي إيه النادي الأهلي. علي معلول من لاعبين الاستثناء، علي معلول من لاعبين اللي أدوا وإدوا للنادي الأهلي كتير جدا. لما بحب أعرف فكرة اللاعب الأجنبي اللي ينبغي أن يكون عليه لاعب النادي الأهلي بشاور على معلول وأنا مطمن،
علي معلول نموذج للاعبين اللي في المستقبل تقدر تعتمد عليهم، لانه شخصيه، فهم، كل حاجه انت عايزها ممكن تلاقيها في معلول. وانا بقول دايما ربنا يحفظ لنا معلول، لانه معادله مختلفه في الكره الافريقيه. علي معلول يا فارس، تكمله لكلامك، هو معيار اللاعب المحترف. يعني لما تجيب لاعب محترف قول له انت جايب كام من علي معلول، قلت وقيس قيس بجد، انت جايب كام من علي معلول، انت 7 من علي معلول، 8 من علي معلول، يا رب يبقى 10 من علي معلول. لان معلول يا جماعه هو فعلا لما كان بيتقال كلمه ملك الحلول، انا اعتقد ان المباراه الموضوع ما بقاش ملك حلول في الملعب. لو انت لسه واقف عند حته علي معلول ملك حلول في الملعب، لا، ملك حلول في القياده، في الروح، في الارقام، في شكل المحترف، في عقليه المحترف. علي معلول بقاله قد ايه في النادي الاهلي؟ فين المشكله اللي انت سمعت ان علي معلول عملها؟ فين الموقف السلبي اللي تقول علي معلول عمله؟ يا جماعه احترافيه علي معلول تدرس. انا عايز اقول ان في لعيبه كتير جدا طلعوا دول اوروبيه وفي انديه كبيره جدا في اوروبا وكان عندهم مواقف احترافيه لازم تقف عندها ان فيها خلل. علي معلول بكل الالتزام ده على مدار سنوات، ومش علي معلول بس، كتير جدا من لاعبينا. حاجه اسامه قالها عن مارسيل كولر، ويمكن احنا مارسيل كولر هنا كان مشروع بالنسبه لنا. اختيار كولر من اللحظه الاولى احنا ما جيناش نتكلم ان مدير فني حلو ولا وحش، احنا قلنا ان دي تجربه واحد السيره الذاتيه بتاعته حقق فيها نجاحات عظيمه جدا مقارنه بالادوات المتاحه. فقلنا لكم في كلمه وقلنا افتكروها وهنرجع لكم هنا بعدين فيها. ماذا لو هذا الشخص اللي حقق انجازات من ادوات متاحه مش هي الافضل في الوقت ده، لو اقترن اسمه بالنادي اللي في افريقيا عنده الادوات الافضل؟ وانا لا اخفي عليكم سرا، كولر شايف ان تجربه النادي الاهلي تجربه مختلفه في مسيرته، يمكن جت متاخره شويه، يمكن شايف ان الوضع مختلف جماهيريا وفكره حصد البطولات، وده يا جماعه طبيعي لان كولر في مسيرته عدد البطولات اللي ختم على النادي الاهلي في 6 شهور 3 بطولات يكاد يقترب مع البطولات اللي في السي في بتاعه كله. ولكن هو مدرب قادر يضيف، امكانياته كبيره، لما يجي مع فريق عنده القدره اكيد يحقق المعجزات. واعتقد كمان الشناوي كان له لقطه هي اعجازيه، اعجازيه من قائد للفريق عنده الشخصيه والحضور في المباريات الكبيره. قائد في الفريق لما كان في نقد ليه، قلنا هنا ننتقد الشناوي لان اي حارس عنده اخطاء، ولكن مين في مصر زي الشناوي؟ الشناوي بتاع الحته الثانيه، الحارس اللي في مصر اللي لما تيجي تقول مين عنده الشخصيه في المباريات الكبيره بعده زي الصوره دي مش هتلاقي، لان الشناوي واحد بس. لما تقول الشناوي في مصر هيجي في دماغك كابتن محمد الشناوي قائد النادي الاهلي والحارس الاول لمنتخب مصر والحارس الاستثنائي، حارس التتويجات والبطولات. وانا بقول مصر هتتعب كتير جدا بعد الشناوي عشان تلاقي حارس بالسمات الشخصيه والسمات الفنيه بتاعته. بالتاكيد يا فارس، يعني انت ركزت على نقطه مهمه جدا، يعني قناعاتنا بيها يعني متطابقه، الا وهي ان الشناوي هو الاصل. لما تقول الشناوي هيجي في ذهنك محمد، مش هيجي في ذهنك اي حد تاني. الشناوي اللي منتخب مصر في كاس العالم بياخد حارس مرمى افضل لاعب في المباراه امام اوروجواي وبيتصدى لهجوم كاسح. شناوي اللي هو بيروح اولمبياد طوكيو بيكون من افضل بل افضل حارس مرمى في البطوله. الشناوي اللي لما بيلعب مع منتخب مصر وكل منتخب مصر في 2019 كان في حاله سيئه جدا فنيا، هتلاقي الشناوي وطارق حامد للامانه هو اللي موجود النهارده. بتتكلم عن الشناوي الحارس اللي البعض بيحاول يشكك في قدراته، وانا بقول لكم في اسوأ مستويات محمد الشناوي اعلى بكتير من كل حراس مرمى مصر في افضل مستوياته. دي وجهه نظري وقناعاتي، وعشان كده الاخطاء اللي بيقع فيها الشناوي لما بيكون في انتقاد لازم وانت بتنتقد تبقى عارف ان انت بتنتقد الحارس الاول اللي بعيد قوي قوي عن اي حارس تاني. وعشان كده محمد الشناوي كان له اسباب كبيره جدا، بل سبب رئيسي في الفوز امبارح بالسوبر وايضا تالقه امام الكاس. لكن نروح للاعب تاني. الحقيقه اللاعب ده جه النادي الاهلي بشكل علمي مدروس بحت، جه في هدوء شديد جدا، اتعمل عليه سكاونتنج واضح جدا، اتقال ان اللاعب ده هيكون مستقبل في المكان ده. وبنتكلم عن لاعب ليس صفقه جديده، ولكن حمدي فتحي هو اللاعب افضل خط وسط في
مصر. الحقيقة حمدي فتحي اللاعب الذي لا يقبل الهزيمة على الإطلاق. مش بس كده، حمدي فتحي في حالة إن أنت تنتصر وهو مش في حالته بيكون مش راضي عن حالته، ويعني ما السوبر المصري في 2019 ببعيد اللي كان في برج العرب لما تسبب في ركلة الجزاء كان الوحيد اللي عايش حالة صعبة جدا من تأنيب الذات. عشان كده حمدي فتحي دايما بيكون في مكان مختلف، عشان كده حمدي فتحي ملك التاكلينج في كورة الحقيقة تدخله فيها يدرس. لقطة فيها امتياز في التوقيت، امتياز في الاستخلاص بدون ارتكاب خطأ، لقطة كانت ممكن تكون سبب في هدف لنادي بيراميدز، ولكن حمدي فتحي بيدي الدرس في التغطية. حمدي فتحي هو أحد الأسباب اللي خلتنا موجودين في مباراة السوبر بالهدف الثاني اللي سجله في نادي بيراميدز في أحمد الشناوي، بقى مش محمد، في أحمد الشناوي. النهاردة حمدي فتحي يا فارس في كاس، في نهائي الكاس في نادي بيراميدز، موجود برضه في السوبر بيدلو بدلو ودايما بيقول انا موجود، انا حمدي فتحي. حمدي فتحي يا جماعه والله العظيم اراده غير طبيعيه، يعني افتح قلبي يا ابني واديهولك على الهواء، مفيش كده. لاعب ايه الشخصيه دي؟ ايه الرجوله دي؟ بصوا في لعيبه ممكن تقول ان هم ممكن يغزلوك في مباريات، انما للامانه انا كل ما افتكر مباراه كبيره، نهائي افريقيا، نهائي القرن، مباراة بقى انت هتقعد تقيس كاس عالم للانديه، اي مباراه كبيره حط حمدي فتحي وبعد كده دور مين ممكن يعمل ايه. ومش حمدي فتحي بس، اكيد في لعيبه كتير كده، بس حمدي فتحي يعني افتكر له غلطه هتلاقي نادر عشان تطلع له مباراه غلط فيها ادى مهما كان. فحمدي فتحي لاعب في الاستثناء جوه المعادله الاهلاويه، هو دايما بيكون موجود. مروان عطيه فارس بيسير على الخطاه، نتمنى الاستمراريه. بص مروان عظيم، بس انت فاهم انا يعني بخاف، ما عشان كده بنقول نتمنى الاستمرار يسير على خطاه ان شاء الله يكون اضافه كبيره للحقيقه. ادى سنين ما شاء الله.